رفض مجلس صيانة الدستور الإيراني المصادقة على مشروعي قانون انضمام إيران إلى معاهدتين دوليتين تتعلقان بمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال والجرائم المنظمة العابرة للحدود. وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية نقلا عن الناطق الرسمي باسم مجلس صيانة الدستور تأكيده رفض مشروعين كانت قد تقدمت بهما الحكومة وتم تداولهما في البرلمان بغية المصادقة. واعتبر المسؤول الإيراني أن انضمام إيران إلى هاتين المعاهدتين خطوة تتناقض مع السياسات المبدئية للبلاد. وأكد خبراء في وقت سابق أن التهرب الإيراني من الاتفاقيات الدولية جاء بسبب تخوفها من تهديد صلاتها ودعمها المالي واللوجستي والعسكري للكيانات والمنظمات الإرهابية ومنها ميليشيات حزب الله والميليشيات الحوثية التي تخوض حروبا نيابة عن إيران.